مستشفى الثورة العام يعيش ظلاماً دامساً إثر انتهاء الوقود، حيث أعلنت هيئة المستشفى في محافظة تعز خروج جميع الأقسام عن الخدمة جراء نفاذ مادة الديزل، مؤكدة عبر مصادر طبية أن مرضى الغسيل الكلوي لم يتمكنوا من إتمام عملية الغسيل الكلوي، وذلك بسبب الانقطاع المفاجئ للوقود، وبقية الأقسام كالحضانات والعمليات ومحطة تعبئة الأكسجين التي خرجت كلياً عن الخدمة جراء توقف المولدات. حياة مرضى الغسيل الكلوي معرضة للخطر جراء عدم قدرتهم على إتمام عمليات الغسيل المعتادة وتوقف الأجهزة، بينما كانت تجرى بعض العمليات بحسب رئيس قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة. ليست مستشفيات تعز وحدها تعاني من المشاكل وغياب الدعم، مشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة في مأرب هو الآخر توقف عن الخدمة، حيث أعلن مدير المستشفى أن المستشفى سيخرج كلياً عن العمل نهاية سبتمبر الجاري، وأن الدعم الذي كانت تغطيه بعض الجمعيات قد توقف، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية مطلع الشهر الجاري توقفها عن دفع عقود 30 أخصائياً وممرضاً وفنياً من أصل 65 عقداً معتمداً لديها، ما سيتسبب إيقاف أقسام المشفى بالكامل. القطاع الصحي في اليمن يعاني تدهوراً كبيراً بسبب تداعيات الصراع الذي تسببت به ميليشيات الحوثي، وكان القطاع الطبي أول ضحايا، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى تعرض أكثر المرافق الصحية في أغلب المحافظات للتدمير والنهب من قبل الميليشيات. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في البلاد، مؤكدة أن تفشي الأمراض يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي.